والمناقشة العلمية للأشياء شيء آخر. نعم خلاص هذا الموضوع كما قلت يعني ليس موضوع للجلسة. تمام. هل هناك سؤال آخر؟ الدكتور سينتقل إلى الفصل الثاني لتحليل النص الشعري. تمام ممكن تفضل يا دكتور. أستاذ ممكن تلخص لنا بعد إذنك طبعا ليس متعلق بما ذكرت أو تفضلت حضراتكم، لكن الإسلام كيف ينظر إلى الشعر بشكل عام إذا لخصنا، لأن لدينا رؤية الطلبة متواجدين عندنا من يدرسوا في قسم الترجمة ونحن ندرسهم في الأدب العربي في هذه المادة، درسنا بأن كان في الجاهلية هناك المعلقات الموجودة والأصول التالية، أيضا هناك بعض شعراء متقدمين رواد الشعراء كانوا متواجدين، فأنا في نظري في نفسي أريد أن أسأل كيف ينظر الإسلام للشعر بشكل عام إذا لخصت لنا حتى يكون لدينا فكرة ثم نتناول تحليل الشعر. أضيف عليه يعني جملة بسيطة، أيضا أدب الإسلام يعني ليست مفصلا مختصرة يعني كما ذكر أدب الإسلام أو هل هناك الشعر الإسلامي، يعني رؤية الإسلام رؤية الدين نحو الأدب الإسلامي أو نحو الشعر، هذا مختصر بطل. حقيقة مصطلح الأدب الإسلامي المتداول كثيرا مصطلح خاطئ وغير صحيح بالمرة، لا يوجد شيء يسمى أدب إسلامي، لأن الأدب لا يرتبط بالأديان ولا يرتبط بالقوميات، الأدب شيء ذاتي، ما يكتبه الشاعر التركي هنا في أنقرة يكتبه الشاعر الأمريكي في ديترويت ويكتبه الشاعر الفرنسي في ليل ويكتبه الشاعر اليمني في صنعاء. موقف الإسلام من الشعر موقف سلبي، السبب أن الدعوة الإسلامية عندما جاءت كانت بحاجة إلى حشد كل الطاقات من أجل أن تنتشر الدعوة الإسلامية إلى أقصى حد ممكن، لأنها رسالة للإنسانية جمعاء. الشعر الموجود طبعا أنا تحدثت ربما في المحاضرة السابقة عن أن الشعر الجاهلي كان قرآن الجاهلية، فجاء الإسلام بقرآن آخر يوازي هذا القرآن ويتفوق عليه، ولهذا عندما حاول الإسلام أن يختبر المشركين قال فأتوا بسورة من مثله، بمعنى أنهم أن الجاهلية عندهم قرآن هو الشعر، ولهذا يعني حتى فكرة المعلقات فكرة تنطوي على بعد ديني، يعني أنها علقت على أستار، يعني هذه الرواية على أنها علقت على أستار الكعبة بمعنى أنها أعطيت طاقة تقديس أصبحت شيء مقدس، فإذا هي قرآن الجاهلية. الإسلام عندما جاء أراد أن يسخر كل شيء لخدمة الدعوة الإسلامية، ومن هذا الشعر، فالشعر يقوم أساسا على الحرية، الشعر الذي لا يكتب بحرية لا شعر. الإسلام قال لهم للشعراء الشاعر الذي يهجو المشركين ويتحدث بلسان الإسلام هذا أهلا وسهلا، يعني يأتي إلى صف الإسلام، أما شاعر يكتب كما يشاء هذا خارج الإسلام. ولهذا كل المفكرين والنقاد يتفقون على أن المستوى الفني للشعر العربي في عصر صدر الإسلام هبط. لماذا؟ لأن الشاعر لا يكتب بحرية، الشاعر إما أن يكتب لخدمة الدعوة الإسلامية وإما أن يكون خارج وإما أن يكفر. لماذا؟ لأن الدعوة الإسلامية تحتاج هذا، يعني ماذا تفعل ماذا يفعل الإسلام بالشعر وهو في بداية انتشاره ويحتاج إلى أن تكون يعني الشعر
في العصر الإسلامي هو وزارة إعلام لترويج الفكر الإسلامي. فالحقيقة كان يعني موقف من هذه من الناحية الفنية، موقف الإسلام من الشعر موقف سلبي. يعني كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لحسان: أهجهم وروح القدس معك، أهجهم، بمعنى أكتب ضد المشركين، لأن هذا يخدم الدعوة الإسلامية. أما شاعر يأتي ويكتب كما يشاء مثل ما كان في العصر الجاهلي، هذا لا غير موجود في الإسلام. إذن هل يمكن أن نقول أن الفنان لا يمكن أن يكون لا 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 هو يكون أنا مسلم أنا مسلم ولكنني أكتب الشعر بحرية. ولهذا قلت إذا كان ضد الإسلام كيف؟ لا ليس ضد الإسلام. في بداية الدعوة، لو كنت في بداية الدعوة كنت إما أن أصير شاعر أو مسلم، صح كلامك في بداية الدعوة. أما الآن لا، الآن ما شاء الله الإسلام يغزو العالم. ولأن كثير من الأرضات على اعتقاد الإسلام أو على إيمان المؤمن، في كثير مثلا يقول أنا أعبدك يا حبيبتي، نعم هذا ضد الإسلام. أي لا لا، لكن نحن ولماذا لدينا المجاز والبلاغة؟ هذا مجاز، يعني المجاز هو الذي يحل هذا الإشكال. يفترض أن نكون يعني أن يكون لدينا الوعي، يعني ربما هذا الكلام لو كان في العصر الإسلامي كان الرسول لا يقبله. لماذا؟ لأن الناس قد لا تفهم حقيقة. لكن الآن نحن الآن في مجتمع متطور، في عصر الموبايل وعصر الإنترنت وعصر يعني الآن الدين تحول إلى قضية شخصية. ننتقل إلى القصيدة. الآن هذه ليست قصيدتي، هذه قصيدة شاعر اسمه محمد صابر عبيد، منفصل عني. حيادية. لا يعني لا أستطيع أن أتحدث إلا بهذه الطريقة. يعني أنا الآن ناقد أتحدث عن قصيدة لشاعر معين. العنوان لغز، عنوان القصيدة لغز. لماذا وضع العنوان نكرة مفرد؟ أوجه لكم هذا السؤال، في رأيكم لماذا وضع الشاعر العنوان مفردا منكرا نكرة؟ في رأيكم لماذا؟ هي لم تكن موصوفة ولم تكن مقيدة بشيء ولم تكن مضافة، فلما يكون لدينا النكرة يفسح المجال الفكري لحل هذا اللغز. نعم، ربما الشعر يتحدث كما ذكر الدكتور، يعني يتحدث عن الأمور النكرة. نعم، هذا ما تحدثنا في المحاضرة السابقة. لكن فيما يخص هذا العنوان بالذات، وايضا كلمه المعنى اللغز، كلمه لغز ليس معنى، هي نكره، وهي نحن نقول باللغه العربيه او ربما باللهجه العراقيه حزوره. لو اننا قلنا اللغز، لو اننا عرفنا كلمه لغز وقلنا اللغز، معنى هذا اننا جميعا متفقون على وجود لغز معين. يعني التعريف يحدد جزء كبير من المعنى. يعني الآن مثلا اسم العلم، لنقول محمد، كيف نجمع محمد؟ من يجمع لي محمد؟ محمد لا الجمع، محمد بعد هو لا المفروض، لا جمع مذكر سالم، المفروض محمدون صح، لكن هذا الجمع خطأ. لماذا؟ لأن محمد اسم علم معرفة، ينبغي أن نجمعه معرفة، فعندما نقول محمدون تحول إلى نكرة.
فاسم العلم وهذه فائدة لغوية لكم أيضا بلاش مجانا. اسم العلم يعرف ويجمع المحمدون، المحمدون، لأن الأل تعرف الجمع، محمدون بدون أل نكرة، جمع نكرة، والعلم لا ينكر، العلم معرفة. فعندما نجمع العلم نضيف أل للتعريف، نقول المحمدون. فعندما نقول اللغز بمعنى أننا جميعا نعرف هذا اللغز، ولكن اللغز هكذا نكرة يعني يتماهى مع المعنى، هو أصلا لغز يعني حزورة. إذن ماذا ننتظر نحن عندما يكون العنوان بهذا الفضاء؟ ننتظر فك اللغز في المتن، يعني الشفرة، شفرة حل اللغز موجودة في متن النص. طبعا هذه القصيدة تقوم على، وهذا رأي ناقد في القصيدة، يعني قد لا أكون مصيبا، يعني أنا أحاول أن أتجرد من علاقتي بالقصيدة لكي يكون حديثي عنها موضوعيا قدر الإمكان. هذه تقوم على ما يمكن أن أسميه الإيقاع الصوري الهارموني، الإيقاع الصوري الهارموني. كيف؟ الإيقاع الصوري الهارموني أو الهارموني، الإيقاع الهارموني أساساً يبدأ من نقطة صغيرة ثم يبدأ بالتوسع شيئاً فشيئاً. النقطة التي تبدأ بها هارمونيتك القصيدة هي العنوان لغز. نأتي إلى الجملة الشعرية الأولى، طائر يلثغ بالحب. تعرفون معنى يلثغ؟ يعني نظرنا القاموس، نعم، ولكن لم نفهم كاملا. يلثغ هو الذي يخلط الحروف في هذه، نعم، بالذات حرف الحاء، وحرف الحاء الراء والصاد يحولهما من الراء الى الغين، نعم، او اللام. نعم، هو الذي عندما يتحدث ببعض الحروف يخلط بين حرف وحرف، مثلا الراء غاء، حرية حغية، هذه يسمونها اللثغة، وأحيانا تكون هذه اللثغة جميلة خاصة عند النساء، يعني بلسان المرأة تكون اللثغة جميلة بعكس الرجل، طبعا تكون مزعجة ومقرفة. طائر يلثغ بالحب، هذه صورة صغيرة كاملة، طائر يلثغ بالحب. طبعا الفعل يلثغ وشبه الجملة بالحب هنا، عندما ننظر إلى طائر الذي هو المبتدأ وهو الفاعل أيضا، نجد بأن الفعل هذا يستخدم للبشر وليس للطيور، بمعنى أن هنا ماذا؟ هنا استعارة. طائر يلثغ بالحب، إذن الذي يلثغ بالحب، كلمة طائر عندما نسمعها لأول مرة ماذا يتبادر إلى أذهاننا؟ يعني أنا يتبادر إلى ذهني الحرية عندما أسمع كلمة طائر، أول ما يتبادر إلى ذهني الحرية، أن الطائر كائن حر في الطبيعة
يطير ويمشي ويقف ويفعل ما يشاء. فإذا الإحالة الأولى إلى أول كلمة في القصيدة إحالة على الحرية. وعندما نقول يلثغ بالحب معنى أننا أضفنا أنسنة لهذا الطائر، يعني أضفنا صفات إنسانية لما هو غير إنساني، تسمى بالنقد أنسنة، جعله إنسان، جعله يعني أعطاه صفات إنسانية. لكن من حيث التركيب العام طائر يلثغ بالحب صورة كاملة. لنتخيل بأن رساما يرسم هذه الصورة، يمكن أن يرسم صورة كاملة طائر يلثغ بالحب. ولكن هل يوجد هناك أي حكم كأنه جملة اسمية أو فعلية؟ ممكن أنت طبعا هذه تعرب مبتدأ والجملة الفعلية تعرب خبر، لكن الفاعل هنا طبعا ضمير مسند تقديره هو يعود على طائر. أظن هناك خبر مقدم طائر، هناك طائر يلثغ بالحب. ممكن أيضا هذا طائر. مبتدأ على الأكثرية يجب أن يكون هناك 90% بمعرفة. لا هو هناك صفة على ما تقول. هو طائر يلثغ بالحب. الجملة جملة صفاتية للطائر. صح. على حسب لكن ما أعرف يعني. لكن طالما أنها جملة فعلية يمكن أن تكون في محل رفع خبر للمبتدا. لو قلنا مثلا طائر المبتدا ويلثغ فعل وفاعل خبر تقديره خبر لكن طائر لو كان ما بعده ليس جمله فعليه يمكن ان يكون خبر مقدر لمبتدا محذوف تقديره هذا طائر او هو طائر ممكن. اذا هذه هي الصوره الاولى، يعني بعد في سياق التشكيل الهارموني لإيقاع الصورة، بعد اللفظة المفردة المنكرة التي هي العنوان تبدأ صورة بسيطة. هذه يمكن أن نقول عنها صورة بسيطة، طائر يلثغ بالحب. الصورة الثانية وطفل يتمنى الطيران، أيضا صورة أخرى مشتبكة مع الصورة الأولى، صورة ثانية مشتبكة مع الصورة الأولى وموازية لها. طفل يوازي طائر يتمنى فعل هنا مضاف وهنا جار ومجرور، يعني هناك نوع من التوازي بين الصورتين. لكن أيضا طفل يتمنى الطيران صورة بسيطة ومحدودة. العلاقة ما هي العلاقة بين الصورتين الصغيرتين في رأيكم؟ يريد أن يتحرر الطيران والطائر. طائر. العلاقة هنا طائر وهنا طيران. إذن الاشتباك بين الصورتين يأتي من خلال وجود طائر ومن خلال وجود فعل الطيران، هذه هي العلاقة. وهنا هذا التوازي بين الطائر الذي هو شخصية أولى في القصيدة وطفل الذي هو شخصية ثانية في القصيدة. وهناك أيضا علاقة بين الطائر والطفل، يعني الطائر مهما كبر يبقى طفلا، والطفل دائما يتمنى كل الأشياء، من ضمنها يتمنى الطيران باستمرار. يعني الطفل عندما يرى الطيور تطير يريد أن يصبح مثلها، عندما تتشكل أولى بوادر الوعي البسيط عند الطفل. فإذا هنا صورة مفردة صغيرة وهنا صورة ثانية مفردة صغيرة، ولكن هناك اشتباك بين الصورتين. يعني هذه ملامح الإيقاع الصوري الهارموني تبدأ من هنا، تبدأ من وجود صورتين صغيرتين بينهما
اشتباك، وهذا يمكن أن يشكل على المستوى التركيبي استهلال القصيدة، بنية الاستهلال في القصيدة. نأتي إلى المقطع الثاني. المفروض المقطع الثاني على هذا البناء الإيقاعي الهارموني ينتقل من بنية بسيطة صغيرة إلى بنية أعقد، يعني الصورة الثانية تكون ذات بنية أعقد وأوسع. سنرى. استعار الطائر قلب الطفل وأعاره جناحيه. لاحظ الصورة كبرت، كانت هنا الصورة بسيطة والصورة الثانية أيضا بسيطة على الرغم من ما